السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نعرف الفرق الأكثر حصولا على كأس البحرين لكرة القدم، أو أكتر فريق واخد كأس البحرين في كرة القدم. أكتر فريق كسبان كأس البحرين هو فريق المحرق ب 32 لقب، بعد كده النادي الأهلي البحريني ب 8 ألقاب، بعد كده نادي النجمة النجم البحريني ب6 ألقاب، بعد كده نادي الرفاع ب5 ألقاب، بعد كده نادي الحالة ب3 ألقاب، وآخر حاجة معانا هو نادي الرفاع الشرقي ب3 ألقاب. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم ترتيب أبطال كأس البحرين لكرة القدم. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.